وما نحطوش الانسان اللي راهو في المستوى اللي راه يشرفنا وما يكلفناش. احنا كرهنا من البروتوكولات، كرهنا من الوعود الكاذبه. رانا نقول لكم يا خوتي، شوفوا الانسان اللي راهو انسان في المستوى. او مش قاعد نقول لكم خطاب الناس، انا جو سوي سبيسياليست نتاع لي دومين. انا راني نقول لك اليوم وغدوه جيب لي نامبورت كان، جيب لي اي واحد انا نهضر معاه انا وندخل معاه في التفاصيل، نبداو من لي بريفيزيون حتى لونجاجمون المونداتمون دي بوتي كريونز. جو سوي لا، لان انا ما ينقصني والو، انا تنقصني الناس هادو يجيو يشوفونا ويقعدوا معانا ونشربهم. انا ما نكلفهمش، وانا جابتني النزعه القوميه، النزعه التاريخيه، لان انا ولد التاريخ، وانا حكى لي بابا وجدي وعمي والناس كيما نقولوا احنا والعرش نتاعنا على الناس نتاعنا اللي ضحاوا في طامزه. طامزه هذه قدمت 3775 شهيد بدون منازع. انا كي يحكيوا لي عليه نبكي. انا البارح كي كنت في الميدان لا سنيت حتى واحد يعطيني تعليمات، درت الدوسي هنا في الجاكات ورحت ولا ابالي، لان نحب البلاد هذه. انا لو خيروني بين اولادي والبلاد خيرت البلاد، لان البلاد والبلاد قبل العباد. لان البلاد هذه كي تروح ديها فرنسا راك تزوج وتروح لامبورت كال بيي وتقعد ودير مي غدوه. واش يقولوا في الجزائر؟ روح البلاد فلسطين غزه. احنا نقدموا اليوم الغزه لفلسطين الابيه اللي قال عليها ابو مدير رحمه